الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مسا المحبة، مسا السلام، مسا الوئام. من هنا من الغالية عمان، من الأصالة صلالة ومهرجان صلالة السياحي، وكثير من الفعاليات بشكل يومي نقدمها لكم من خلال برنامجنا مساء المهرجان الذي نطل من خلاله يوميا أو كل مساء من الساعة 8:30 حتى 10:00. نتصفح معاكم هذه المجلة اليومية لرصد ونقل كل فعاليات ومناشط المهرجان. الليلة محضرين لكم مفاجآت جميلة في حلقتنا، وكثير من الفقرات إن شاء الله راح تنال، نتمنى أنها تنال على إعجابكم. كل المحبة والسعادة لكم إن شاء الله، نتمناها لكم في قضاء ساعة ونصف معنا على الهواء مباشرة. مساء عليكم بالخير ومساء الخير بيان. مساء الخير عبد الله، ومساكم مشاهدينا كل الخير والسعادة. تحية مسائية خريفية لكم معطرة باللبان الزكي ذات رائحة زكية. من هنا من صلالة أرض الأصالة، وجولة جديدة من برنامجنا، برنامج مساء المهرجان، وجولة حول أروقة مهرجان صلالة السياحي 2016 من خلال مجموعة من الفقرات المتنوعة. نتمنى إنها تنال على إعجابكم، فمساء رائع تقضونه معنا. ومساء الخير محمد. مساء الخير يا بيان، ومساء الخير لعبد الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رحلة جديدة ومشوار جديد من مساءات برنامج مساء المهرجان تحت هذا الرذاذ، تحت هذه الأجواء الرائعة. هنا من مركز البلدية الترفيهي ننقل لكم بعدسات مساء المهرجان كنافذة يومية وإطلالة يومية، نغطي كل فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي عمان المحبة والوئام. ساعة ونصف على الهواء مباشرة من 8:30 وحتى 10:00 هنا من مركز البلدية الترفيهي. نتمنى تقضوا أوقات رائعة وممتعة ومختلفة مع برنامج مساء المهرجان، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله من جديد متابعينا الأحبة. الليلة زاخرة بكثير من الفعاليات هنا في حلقتنا، وأجواء لله الحمد والشكر جميلة جدا. الرذاذ المتواصل لهذا الرذاذ ما انقطع، ولله الحمد من 21/6 هذا التاريخ الذي يبدأ من خلاله الخريف فلكيا، من 21/6 لحد اليوم الخريف مستمر والأمطار مستمرة والأجواء الاستثنائية الجميلة لله الحمد والشكر مستمرة. العيون تدفقت والشلالات، وهذه دعوة دائما ندعو من خلالها من خلال برنامجنا الأحبة الكرام الذين يتواجدون خارج حدود المناطق التي تتأثر ب يعني الخريف وبالأمطار، كلهم تعالوا استمتعوا معنا، أجواء طيبة واقضوا معنا كم من يوم إن شاء الله تستمتعوا معنا. كل التحية كل المحبة لكم. الليلة الزميل محمد سعدون متواجد في مكان مميز جدا، طبعا التفاصيل خلال حلقتنا بإذن الله تعالى. الآن نعرج على السريع على أبرز المحطات عندنا في الحلقة، ومن أبرزها طبعا هناك في معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإن شاء الله
هذا المعرض موجود ايضا في مركز البلديه الترفيهي، وفي ضيف بيان راح يكون معنا. كذلك هناك معرض للهيئه العامه او الهيئه الوثائق والمحفوظات الوطنيه، ايضا ان شاء الله راح يكون ضيف معانا للحديث اكثر عن هذا الموضوع. بالاضافه الى ذلك عبد الله، هناك معارض يوميا نستعرضها من خلال برنامجنا، المعرض الاستهلاكي ومعرض الكتاب ومعرض عمان ارض الصداقه والسلام، بالاضافه الى تواصل المعرض التراثي الشخصي ومعرض الجمعيات ومراكز الوفاء الاجتماعي والمعرض الثقافي ابناء المستقبل خلفاء المستقبل. أيضا اليوم مسرحية الغمرة تقدم العرض الخامس على المسرح، والحضور غفير يزداد يوم بعد يوم. بالتأكيد، وهناك مسرحيات قادمة، هناك أيضا مسرحية إن شاء الله راح تبدأ يوم الجمعة القادم بعد الغمرة مباشرة. نعم. فيها كثير من النجوم من مستوى السلطنة، على مستوى السلطنة وكذلك الخليج العربي، ومن أبرزهم النجم الأستاذ سالم بهوان، وجه له كل التحية والشكر. ونحن بانتظار هذه الفعاليات المتوالية بشكل يومي بيان، حتى ننقلها ونرصدها للأحبة الكرام الذين دائما يحرصون على متابعتنا. نحن العدسة التي تنقل كل فعاليات ومناشط المهرجان لهم، اللي يعني حاب يستمتع بهذه الفعاليات يتابعها من خلال برنامجنا، مثل ما تابع ما شاء الله أجواء خيالية وزحمة ناس هنا في المركز. احنا دائما عبد الله نحاول من خلال برنامج مساء المهرجان أن نظهر هذه التظاهرة الثقافية السياحية الترفيهية بأبهى صورة وحلة وجمال. بعد الفاصل بإذن الله نواصل معكم ما تبقى من برنامج مساء المهرجان. وحياكم الله من جديد أحبتنا الكرام، وتحية لكل من انضم إلى متابعتنا. متواصلين معكم من هنا من قلب الحدث، هذا المكان الجميل الذي يتوافد إليه كثير من السياح من خارج محافظة الظفار، من خارج السلطنة بشكل عام، وأبناء المنطقة كذلك. مركز البلدية الترفيهي يحتوي على كثير من المناشط الثقافية الرياضية الفنية، والأكثر أهمية من ذلك التراث. هذا المكان يجسد للتراث من خلال البيئة التراثية أو القرية التراثية، من خلال البيئات التي جسدت. وأيضا إحنا نحن معانا إن شاء الله نقل من هناك، من البيئة الريفية، والزميل محمد إن شاء الله راح يتواجد معانا خلال
قادم في حلقة اليوم إن شاء الله خلال الوقفة القادمة بإذن الله، وراح نتحدث بالتفصيل عن ما تحتويه هذه البيئة. واليوم عبد الله أيضا راح نعرف المشاهد ونقربه من معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي تنظم الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمركز البلدية الترفيه ضمن المعارض المتخصصة، طبعا ذلك من خلال تقرير من إعداد الزميل حفيظ جعبوب. نشاهد معا هذا التقرير ثم لنا عودة إلى مساء المهرجان. يستمر معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمعرض المصاحب للمعرض الاستهلاكي والذي تنظمه الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمركز البلدية الترفيهي بصلالة، بمشاركة عدد من رائدي ورائدات الأعمال العمانيين في استقبال ضيوفه ومرتاديه. ويضم المعرض منتجات استهلاكية عالية الجودة مختصة بالنساء تبرز مهارات رائدات الأعمال العمانيات في مجال تصميم ملابس الأطفال ومختلف الأزياء النسائية لكافة الأعمار، وكذلك منتجات البشرة والبخور والحلي التراثية والإكسسوارات المتنوعة إضافة إلى الأدوات المنزلية. ويأتي المعرض ضمن فعاليات مهرجان صلالة لعام 2016 بهدف التعريف بالمنتجات المحلية العمانية وتشجيع الأسر المنتجة حرصا من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة على تطوير وتأهيل رواد الأعمال العمانيين في المعرض والتسويق وإتاحة الفرصة لهم ببيع منتجاتهم وإيجاد نافذة تسويقية مشجعة والاستفادة من خبرات بعضهم البعض. كرائد أعمال أو رواد الأعمال هذه بداية يعني انتشار إعلان ترويج لمنتجاتهم ومعروضات منتجاتهم. بالنسبة للزائر اللي يدخل فصل الخريف اللي يزور محافظة ظفار يتعرف على المنتجات العمانية والأشياء اللي يعرضها المواطن العماني بهذه الأشياء، فيتعرف على أشياء كثيرة منها اللي نحن نعرضها ونقدمها في خيمة رواد الأعمال للمنتجات العمانية. عندي بهارات خاصة بالسلطة للدايت، وعندي بهارات مرقة السمك الخاصة بالمأكولات البحرية، عندي بهارات اللي خاص بالمرقوقة والثريد، وعندي بهار الكاري خاص بالش اسمه الكبسة، وعندي بهارات مقروشة صحيحة، وعندي بهارات صحيحة، وعندي بهارات مخلوطة، وعندي تبزيرة مقليات ومشويات، وعندي خلطة سبيستيا بالثوم والزنجبير، وعندي خلطة ش اسمه البربيكة الفلفل الأحمر، كل هذه موجود هنا. هذه المؤسسة تقدم عطور فرنسية إيطالية وعطورات قطرية وعطورات من عطورات أمواج، وتوجد معنا شركة طبعا عمانية بس المنتجات تصنع في إيطاليا وفرنسا، والشركة تجيبها من قطر، يعني نطلبها من قطر بالضبط. الإقبال شوي زين وفي زباين الحمد لله يعني. كما أن في المعرض من التصاميم والجودة ما يجذب الجمهور، وهناك منتجات مصنوعة بالمنزل أو في محلات خاصة، وهي تؤكد الطموح والرغبة في توسيع الإنتاج وتطويره من رائدات الأعمال المشاركات. فهناك مشاريع كانت صغيرة وبفضل إصرار صاحبتها ودعم الحكومة لهن تطورت تلك المشاريع وأصبح لها محلات متخصصة لعرضها وبيعها. سعد بن محمد بيت الشيخ سعد وصالح بن أحمد بن سالم لمشيخي محمد بن بخيت الجحفلي وعيسى بن سهيل قومع محمد بن مبخوت سعيد مسن وسامي بن مبخوت سعيد مسن عارف بن سعيد بيت ريحان وزايد بن صالح بيت رقيبون سلطان بن عبد النوير ديربون وعبد العزيز بن عوض الشحري حمد بن عبد الله الجنيبي وهلال بن ربيع الجنيبي. Yeah.
الرائحة العالقة بالذاكرة تأخذنا دهشة مختلفة لتبهرنا بجمالها الآسر حيث ملتقى الأسرة. امنح نفسك شغف التجربة، فهنا حكاية الجمال لا تنتهي. مهرجان صلالة السياحي 2016 من 15 من يوليو إلى 31 من أغسطس، عمان، المحبة والوئام. حياكم الله من جديد أحبتنا الكرام، متواصلين معكم إن شاء الله حتى العاشرة. كثير من الفقرات إن شاء الله في هذه الحلقة، والأبرز في فقراتنا الليلة زميل العزيز محمد سعدون بيت سعيد متواجد في البيئة الريفية وراح يطلعنا على كثير من الفقرات هناك، ولكن إن شاء الله بعد هذه المقابلة راح نربط مع محمد. أيضا هناك الجهات كثير من الجهات تشارك في مهرجان صلالة السياحي هنا في مركز البلدية الترفيهي طبعا لعرض كل ما لديهم من معروضات للزوار والجمهور الكريم الذي يحضر إلى هذا المركز بشكل يومي. من أبرزها معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مهرجان صلالة. هذا المعرض يحظى بإقبال كبير من قبل الزوار، هناك مجموعة من أخواتنا رائدات الأعمال ورواد الأعمال يعرضوا كثير من الأشياء الجميلة هناك ومعروضاتهم راح نتعرف عليها من خلال ضيوفنا الفاضلة أسماء بنت مسلم بيت سعيد مشاريع اللبانة يعطيك العافية، وكذلك سعاد بنت محمد العامري سعاد للملابس الأطفال يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية. كيف أموركم؟ طيبين؟ الحمد لله. كيف المعرض؟ في إقبال إن شاء الله. الحمد لله في إقبال. سعاد، نتحدث عن فكرة المعرض وإقامة مثل هذه المشاريع الجميلة جدا التي كثير من الجمهور حريص أن يتواجد معكم في هذه المعرض للتعرف على معروضاتكم بشكل يومي هنا في مركز البلدية الترفيهي. يعني فكرة المعرض فكرة المعرض هي فكرة تسويقية في المقام الأول أساسا. نعم. وتخدمنا يعني ريادة خدماتنا أنها عرضتنا يعني بشكل مجاني منصات، والحمد لله يعني في تسويق، تعرفنا على شركات، تعرفنا على البعض كرائدات أعمال، وبعد في مبيعات الحمد لله، يعني في إقبال جيد الحمد لله. إيش المشروع اللي عندك في المعرض؟ أنا مشروعي ملابس أطفال، أجيب ملابس من السعودية وأبيعها ولسن معين، فئة البنات بس. بس الحمد لله في إقبال من 7 سنين، يعني بديت من صندوق رفض. جميل. حتى الحمد لله يعني سددت ديوني يعني مع الموضوع وماشية في المشروع بشكل جميل. جيد. وهذا هذا يعني نقطة مهمة جدا. أكيد. الواحد يعتمد على نفسه من خلال هذه المشاريع الجميلة. أخت أسماء، نتحدث عن مشاريع اللبانة وأيضا تواجدكم في معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مشروعنا مشروع اللبانة هو عبارة عن فئة مستهدفة، هي فئة النساء، وعبارة عن أحذية وشنط. لنا ماركة خاصة، اللوجو تبعنا وهو اللبانة. نحن بضاعتنا مستوردة، يعني نحن نروح للصين نختار كولكشنات معينة اللوجو تبعنا ونطبع عليها الأحذية وبس نجيبها هنا للمعرض والمحلات، و الحمد لله في إقبال على المنتج. كيف شفت الفكرة؟ في تجاوب من الناس، الواحد إنه يعتمد على نفسه في مثل هذه المشاريع، توقع فكرة رائدة جدا ومهمة جدا، الواحد يعتمد على نفسه من خلال هذه المشاريع. أكيد أكيد لازم الواحد الشخص يعتمد على نفسه في مجال الحين مفتوح، مش شرط نعتمد على الوظيفة أبدا، لا لازم كل شخص متفتح في مجال البزنس ولا ريادة الأعمال يكون عنده مشروع خاص فيه كدخل ثاني، والحمد لله أشوف شباب هالأيام كثير مقبلين على أعمال البزنس والتجارة غير عن الوظائف خاصة. يعني بعدين ما شاء الله انتم يعني جيتوا في وقت يعني كثير من الجهات تدعمكم. أيوة. وخاصة يعني صندوق رفض وكذلك البنك التنمية العماني. أيوة. ويعني الفرصة متاحة للجميع، بس واحد يجيب فكرة معينة يقدمها للجهات المختصة، واتوقع في موافقة على ذلك وفي أيوة جهات شافوا الفكرة مناسبة دعمة. وتخدم وتخدم المجتمع نفسه. نعم. على طول بيوافقوا عليها، وبعد الريادة بعد ما قصرت وعطتنا دورات ندوات ملتقيات استفدنا منها كثير، ساعدتنا يعني في البداية عانينا قلة الخبرة. صح. هذه أنا من الناس اللي عانيتها، بس الحمد لله يعني مع الاستمرارية والخبرة وغير ريادة يوم قدمت لنا الدورات والندوات هذه أنا شخصيا استفدت كثير. جميل. ومجانية بعد، يعني حتى ما كلفتنا فلوس، أهم شيء الشخص بس هو يعني يفكر صح ويعني ثبت الفكرة نفسها، أهم شيء العزيمة، ثبتها عزيمة هذه بالضبط مهمة. والإرادة والصبر. أرجوك احنا كلنا عانينا، أي شخص في البداية بيعاني، أنا عانيت. ايش الصعوبات اللي واجهت سعاد في مشروع؟ أنا واجهتني صعوبة أول شيء بداية المشروع قلة الخبرة في الحسابات. أنا داخلة عالم ثاني كنت. نعم. ماني عارفة ايش بسوي يعني تايهة، يعني بعيد عن مجالك الآن. أيوة. نعم. أنا ما متوقع أصلا أساس مجال التجارة بدخل فيه. نعم. بعدين كان عندي قلة خبرة في الحسابات، قلة خبرة في تسويق المنتج،
قلة خبرة في التعامل مع الزبون، قلة خبرة حتى في المنتج نفسه كيف أعرضه. شوية 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 مع الدورات والتدريب، دورات أكيد مع الخبرة شوية شوية، والدورات بعد أعطتني فايدة بصراحة يعني بملتقيات، حتى مجرد أني أجلس في الكرسي وأشوفهم بيتكلمون الناس يعني المسؤولين عن هذه الأشياء والأعمال استفدت كثير منهم يعني فعلا فعلا خذيت خبرة. والآن ما شاء الله عندك مشروع، ومثل مشروع ما قالت سعاد غطت ديونها وأمورها طيبة الحين. خلاص أسماء، نتحدث أيضا عن الصعوبات التي واجهتكم في مشروعكم وكيف تغلبتوا عليها. واجهتنا نفس الشيء نفس ما قالت الأخت سعاد، قلة الخبرة في الحسابات، طريقة السفر، التصدير والإيراد، هذا كله يعني واجهنا، الجمارك هذا كله يعني واجهنا، بس الحمد لله الإنسان مع الدورات مع التعلم مع الفرصة الأولى الثانية الثالثة بيتقدم يعني خطوة بعد خطوة. مستحيل يعني الإنسان يوصل للتوب على طول. جميل. لازم بيكون من البداية من نقطة الصفر واحد واحد، وإن شاء الله بيكون جميل. مشروع ناجح، ربي يوفقكم إن شاء الله. أخت سعاد، ملابس الأطفال يعني آلية الخياطة وكيف، هل أنت مثلا منسقة مع حد من خارج ولا أنتم بأنفسكم ما شاء الله قائمين على هذا المشروع؟ ما أكذب عليك، إحنا بنستورد من السعودية. نعم. لكثرة الطلب عليها، لأن أنا كنت أعمل في مكان معين قبل ما أفتح المشروع، ولاحظت في إقبال كبير على ركن الأطفال من السعودية. نعم. ولكن كان في إهمال من ناحية الشركة هذيك لهذا الشيء، فأنا خذيت هذه الفكرة وطورتها. جميل. خاصة أني أنا من الناس اللي ما أحب يكون مسؤول فوق راسي بصراحة. نعم. خذيت الفكرة هذه وسويت لنفسي مشروع الحمد لله. أعتمدت على نفسك. أكيد. كيف شفتي إقبال الناس خاصة في معرضكم، معرض المؤسسات؟ إقبال جيد يعني الحمد لله، لكن يمكن عشان هم بس في منهم ما كانوا يعني موضوع المعرض الكتاب هو اللي شوية بس يعني لخبطوا الناس. طيب أسماء، إيش نصيحتك للأخوات اللي من سنكم؟ يعني الواحد لابد انه يعتمد على نفسه، سواء خاصه اللي ما عنده مرتبط بدراسه مثلا او مشغول بشيء معين، الواحد يعتمد على نفسه وهذا مصدر رزق مهم جدا للشخص نفسه. ايش نصيحتك لهم بعد ما خذيتي هذه التجربه ما شاء الله ونجحتي انت وسعاد؟ اكيد اي انسان نصيحتي له انه يشوف اول شيء السوق ايش محتاج، ايش هو المفروض نجيب احنا شيء جديد للسوق، مش نشوف شيء موجود ونروح نجيب بس بكواليتي غير، لا نشوف شيء جديد للسوق، نشوف نقاط القوة ونقاط الضعف في، ويكون أهم شيء إنه يكون جديد وشيء يعني يكسر السوق، مش إحنا نجيب لا شيء مشابه. غلط إنه نختار فكرة أوكي ونشوف نقاط الضعف والقوة مثل ما قلت أول، وبسم الله يتوكلوا. أهم شيء البداية ما يبدأوا بداية كبيرة على طول، لا من الصفر، وإن شاء الله الله يوفقهم يا رب. ترى كل شيء يأتي خطوة بخطوة، أهم شيء الواحد إنه ما يستعجل، الصبر مهم مهم جدا، والسلم درجة درجة. إذا ما جازف ترى ما راح تنجح. ما راح تنجح. إذا خفت وبتجلس في مكانك ما بتتحرك. بالضبط. معرضكم مستمر إن شاء الله خلال الأيام القادمة من المهرجان، وبجانب أيضا معرض الكتاب أتوقع. أيوه. أنتم متواجدين بشكل يومي هناك. إن شاء الله. أيوه. طيب. كل التوفيق لكم، أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله مشاريع ناجحة وقادمة وأفكار قادمة إن شاء الله. كانت معنا أحبتنا الكرام أسماء بنت مسلم بيت سعيد من مشاريع اللبانة، وكذلك سعاد بنت محمد العامري. مشاريع سعاد لملابس الأطفال، يعطيكم العافية. مشكورين بالتوفيق إن شاء الله. أعطونا بصورة جميلة يعني. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. وهذه هي الإرادة أحبتنا الكرام، الواحد يكون عنده هدف معين لابد أنه يوصل للهدف اللي يريده، يعني ما يعتمد على جهات معينة أو راتبه الشخصي، لا يجيب أفكار، وهناك في جهات داعمة، جهات حكومية مثل صندوق رفد وكذلك بنك التنمية العمالي، الحمد لله الدولة ما مقصرة مع أصحاب الأفكار، مع هذول اللي يعني ما شاء الله لديهم الصبر والقوة والتحمل. أتمنى لهم التوفيق، ومثل ما ذكرنا أخواتنا هذه النصيحة موجهة أيضا لغيرهم من الأخوات وكذلك الشباب بشكل عام. إحنا متواصلين معكم أحبتنا الكرام حتى العاشرة وكثير من فقرات برنامجنا في حلقتنا، فابقوا معنا. We'll be right back.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة، كل من يشاهد برنامج مساء المهرجان ما زلنا نتواصل معكم في تغطية ورصد ونقل الجماليات المختلفة التي يشهدها مركز البلدية الترفيهي بمحافظة ظفار. احنا اليوم بإذن الله راح نعرفكم على إحدى البيئات الموجودة في القرية التراثية وهي البيئة الريفية. قبل ما نروح على محمد أسأل عبد الله، بما أنه من محبي القرية التراثية أكيد عنده خلفية عن البيئة الريفية. أنا ابن البيئة الريفية. يا الله كيف غابت عني هذه. طبعا مجسد البيئة عندك الريفية وعندك الحضرية وعندك البدوية وعندك البحرية كلها مجسدة. والجميل فينا يعني كعمانيين لله الحمد محافظين على هذه الأصالة، محافظين على عاداتنا، محافظين على تراثنا، محافظين على تقاليدنا وخاصة وأيضا لهجاتنا. يعني الواحد من بيئة معينة سواء كانت الريفية الساحلية البدوية أيا كان، واحد يعتز بلهجته يتكلمها يتحدث فيها لأنه نشأ عليها، ما يستحي من لهجته، ما يستحي من بيئته، لأنه هذه ثقافة مجتمع. صحيح. وعلينا أن نعرف الناس بهذه الثقافة، وبالأخير هي تعبر عن الهوية الثقافية العمانية من خلال تعدد البيئات، تعدد اللهجات، تعدد أشياء كثيرة. صحيح. لكن نتفق جميعا على حب عمان. طبعا. ومهرجان صلالة اللي يجمعنا تحت شعار جميل جدا، عمان المحبة والوئام. احنا ما راح نطول عليكم، راح أقول لمحمد يلغمدك. صح عبد الله؟ صح يلغمد شبيان. بيان بتتورط بعدين محمد يضحك. أيوة كل واحد ما عندي رد، يلا رد. يعني محمد يرد عليك يقول لك كيف امسيتي و... ايش اقول لك؟ تقولي الحمد لله امسيت بخير. طبعا هذه اللغه الشحريه او الجباليه اللي يتكلموا فيها سكان الريف في محافظه ظفار. محمد ما شاء الله مزدان او منور بهذا اللبس الجميل. احد يغمدك بخارس ايه تغمد لك عفوا تفضل. الحمد لله اخبار ليلك توم يا مرحبا اخبارك حياك تفضل والكلمة مرحبا لك. مرحبا حياك حياك الله. الله يعطيك العافية. اليوم حيث الجمال، الله يعافيك عبد الله، حيث الجمال في هذا المكان الأكثر من رائع في البيئة الريفية. والجميل في هذا المكان الحضور المشاركين، رغم أنهم ليسوا مشاركين ولكن يتواجدوا للتجسيد وللحفاظ على هذه البيئة، على هذا المكان الأكثر من رائع، كما تحرص اللجنة المنظمة لفعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي لهذا العام وللأعوام الماضية وبمشيئة الله مستمرة إلى الأعوام القادمة بإذن الله. البيئة الريفية، البيئة البدوية والحضرية والبحرية، الكثير من البيئات والكثير من التراث حاضر لإحيائه الذي يستمر دائما هنا في مركز البلدية الترفيهي وفي انشغالاتنا اليومية بشكل عام. اليوم في البيئة البدوية الريفية مشاهدينا الكرام سنتعرف أكثر على مجموعة كبيرة من التفاصيل الرائعة، هذه الصبيغة وهذه السدحات، وهناك أيضا تفاصيل أكثر في هذه البيئة سنتعرف عليها مع الفاضل علي بن سالم الكثير. تفضل علي، نمسيك بالخير. نمسيك بالخير ويا مرحبا بك. حياك الله وأهلا بكم في البيئة الريفية، ونرحب بكم ترحيب ونشكركم شكرا جزيلا على زيارتنا وعلى الاهتمام بهذا التراث وبهذه المقاومات التراثية. يا مرحبا، هذا واجب ونحن دائما ناقلين للحدث. خلينا كذا نعرف المشاهد الكريم الزائر، مثلا هؤلاء الزوار ما شاء الله حضور كبير في البيئة الريفية، الزائر ايش ممكن يتعرف على جمال الأرياف وجمال البيئة الريفية؟ ايش ممكن تقدموا له هنا؟ والله نحن هنا نمثل البيئة الريفية او المجتمع الريفي بما فيه من مقاومات وتراث وما فيه أيضا يحمل من فنون شعبية، وهنا أمامك اللباس الشعبي والرجال الذين يمثلون الرجال الريف أو اللباس الريفي، وأيضا هناك أيضا أطفال وهناك رجال وهناك نساء وهناك بنات لإحياء هذا التراث ولإحياء هذا الذكر ولإحياء هذا الفن ولإحياء هذا التراث الشعبي الأنيق الجميل المعروف بمقاوماته باحترامه بتقديره بكثير من الأشياء التي يحتاج لها الزائر. نحن أيضا نقوم بشرح مفصل للزائرين كان من السلطنة أو من خارج السلطنة، ونعطيه الصورة الكاملة حول هذا الفن وحول الفنون والعادات والتقاليد وبما تحمله أيضا من أدوات منزلية وأدوات سعفية وأدوات جلدية والكثير من المقاومات التي يحتاج لها الأسرة. ايضا تم تجسيد هذه البيئه الريفيه بشكلها المعتاد، يعني مثلا ستريت. ايوه خلينا نعرف المشاهد الكريم ايش هي ستريت. ستريت هي مسكن عائلي، ستريت هي مسكن عائلي ريفي
تعرف ان الانسان ولد في الطبيعه قبل الصناعه ولجا اليها، خلق منه مساكنه الطبيعيه. هذا ستريت هي يعتبر مسكن عائلي مشيد من الاحجار المحليه ومن الطين ومن الاغصان الاشجار المعروفه في ظفار مثل اوطين والسقاط. هذه الاشجار معروفه ومعمره وصلبه جدا، تتحمل الطقس وتتحمل اشياء كثيره ولا وتتعمر سنوات. فعلا حتى الطقس في الستريت يكون عكس الطقس اللي برا. نعم. لما يكون الجو حار برا داخل يكون بارد والعكس. نعم، هي حقيقه هي الموقع هو موقع طبيعي والاشياء الطبيعه تعكس الطبيعه. اذا كان الجو بارد تكون هي دافيه، واذا كان الجو حار تكون هي بارده، تعكس والعكس كذلك. سبحان الله، هذا جمال البيئه الريفيه. نعم. وهذا روعتها. الحين ايش راح نسمع؟ نحن الحين نسمع فن الدانادان. هذا الفن يعتبر من الفنون المشهورة التي يقوم بها الرجال ويؤدوها في المناسبات الأزواج والمناسبات الأفراح، وأيضا إذا حصلت مشكلة أو حصلت استدعاء بين قبيلة وقبيلة يصدعون ويقوم بهذا الفن. تجسد الفرح بشكل. نعم. عام ردة فعل لفرح وهزيك. إيش مطلعها؟ إيش بداية يكون؟ خلي الناس يسمعوا. يلا نبدأ الفن إن شاء الله. دانا دون يعني دانا دانا دان هيا بتجارتك. نحن إن شاء الله بنقيم. سلام. Hey!
إذن مشاهدينا الكرام، مع هذا الجمال هنا في البيئة الريفية اللي يقدم من خلالها الكثير من يعني من الجمال، من الصور الرائعة والجماليات الحاضرة بشكل يومي هنا. نحن عبر برنامج مساء المهرجان سنقدم لكم الكثير من خلال هذه البيئة الريفية، نقل حي ومباشر من هنا. مساء المهرجان متواصل معكم حتى 10 مساء، فابقوا معنا. سعادتكم ومتعتكم في أتينا لاند وسط أحضان الطبيعة وبسهل أتين، حيث الألعاب وفنون التسلية والمرافق والمطاعم الخدمية التي ترضي رغباتكم. فأهلا وسهلا بكم في منتزه أتينا لاند، بيتكم الثاني. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ما زلنا نواصل معكم هذه التغطية المباشرة الحية من مساء المهرجان في رصد ونقل أنشطة مهرجان صلالة السياحي 2016. المهرجان ما شاء الله جاء في تنوع، جاء في ثراء من خلال أيضا وجود المعارض المتخصصة. اليوم وإياكم رح نقترب من معرض الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات الوطنية بوجود ضيفنا سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. يهلا فيك سعادتك. أهلا وسهلا بكم، شرفنا ونحن سعداء أن نلقي الضوء على هذا المعرض وعلى أنشطة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. بإذن الله، نتحدث بالبداية، نعرف المشاهد الكريم بمعرض الوثائق والمحفوظات اللي افتتح اليوم في مهرجان صلالة السياحي 2016 ضمن المعارض المتخصصة المصاحبة لهذا المهرجان. تعمل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في إطار خطة عملها بإقامة المعارض الوثائقية في مختلف محافظات وولايات السلطنة. نعم. الهدف الذي نسعى إليه هو تعريف المجتمع العماني والمقيمين والزائرين لسلطنة عمان على الجوانب الحضارية والتاريخية، وهذا التاريخ التليد الممتد حسب الحقب الزمنية. وبذلك نحن نقيم هذا المعرض في محافظة الظفار على وجه الخصوص. نعم. لما تشهده هذه المحافظة من إقبال كبير من جميع مواطني سلطنة عمان ومن الزائرين ومن المقيمين. نعم. وبالتالي هو عرس سنوي تشهده محافظة الظفار، ويشهد الناس هذا الموسم وهذا الجو الجميل وهذه الفعاليات والأنشطة. وبالتالي واجب على الهيئة. نعم. أن تعمل على نقل هذه الجوانب الحضارية والتاريخية لإلقاء هذا الضوء على هذا التاريخ. نعم. الممتد وهذا التاريخ التليد ولتعريفهم بهذه الجوانب. وفي نفس الوقت نحن نعمل على حث المواطنين
في محافظة ظفار من خلال ما يشاهدوه من هذه الوثائق التي تعبر عن هذا المخزون، سواء كان هذا المخزون هو من إنجازات مؤسسات الدولة أو ذلك المخزون التاريخي لأفراد المجتمع. وبالتالي هذا المعرض بما يلقيه من هذه الوثائق وما يسلط عليه من الجوانب الثقافية والاجتماعية وأيضا التاريخية لأفراد المجتمع، فبذلك هذا يساعد الهيئة على نشر الوعي. وبالتالي أيضا نجد من خلال هذا المعرض والمعارض السابقة إقبالا إيجابيا وتجاوبا حقيقة من جميع المواطنين في محافظة ظفار ومبادراتهم المستمرة لتسجيل وثائقهم لدى الهيئة. نعم. وهذا التسجيل الحقيقة هو الذي يسجل تاريخ هذه الأسرة وعلاقاتها مع أفراد المجتمع أو علاقاتها مع مؤسسات الدولة لتبقى ضمن ذاكرة الوطن. صحيح. وبالتالي نحن بحاجة لتكامل هذا الجانب، تكامل تعاملات المواطنين فيما بينهم ومع مؤسسات الدولة وتاريخ أسرهم، وبالتالي أيضا وثائق التي تنتجها الوزارات ومؤسسات الدولة. نعم. هذه جميعا هي ما تشكل الإنتاج الفكري والتاريخي والاقتصادي والاجتماعي لسلطنة عمان، وبالتالي هذه هي الجوانب الحضارية التي يبنى عليها والتي نورثها للأجيال المستقبلية إن شاء الله للإطلاع عليه. صحيح. وما نستطيع أن نحفظه. صحيح. يعني لهذه الأجيال هو ما نتمكن من تسجيله وما ما نتمكن أيضا من حفظه من إنجازات الدولة، سواء كان حسب الحقب الزمنية المختلفة أو من خلال الإنجازات الكبيرة التي تحققت في سلطنة عمان في عهد مولانا جلالة السلطان المعظم خلال النهضة المباركة التي شهدتها سلطنة عمان منذ 70. صحيح سعادتك. وحتى الحراك الثقافي الذي تشهده محافظة ظفار في هذه الفترة كفيل بأن يقام أيضا معرض لتعريف الزائر بهيئة العامة للوثائق والمحفوظات. نتكلم عن محتويات المعرض، كيف راح تحاولوا تجسدوا تاريخ عمان وثائق عمان من خلال خدمات تقدم في هذا الركن؟ ومن الصعوبة بمكان أن نحن أن نقيم معرضا في قاعة. صحيح. محدودة الأركان، وأن يكون أن يختزل كل تاريخ عمان في. نعم. مثل هذا الجانب ملامح من التاريخ. ولكننا نعمل كل سنة نعرض جانبا من هذا التاريخ ونحاول قدر الإمكان أن ننتقي هذه الوثائق لتعبر عن موضوعات مختلفة وأزمنة أيضا مختلفة، وبالإضافة إلى وثائق المواطنين الذين سجلوا تلك الوثائق لدى الهيئة، ونحن وبالإضافة طبعا إلى تعريف المواطنين على المخطوطات التي تجمعت لدى الهيئة من المواطنين. نعم. أو من خلال المكتبات العالمية، حيث أن تعمل الهيئة على جمع رصيد تاريخي مهم لتاريخ سلطنة عمان، وكذلك أيضا على جمع مجموعات كبيرة من المخطوطات، ليست فقط مخطوطات عمانية ولكن مخطوطات مختلفة في الجوانب الفقهية والأدبية والتاريخية والسياسية والاقتصادية، حتى تكون هذه الوثائق وهذه المخطوطات في متناول خدمة الباحثين والدارسين من سلطنة عمان أو من خارجها، بما يخدم الإبداع الفكري وتشجيع البعث العلمي. جميل. احنا نقتنص اليوم وجودك ساعاتك نتكلم عن نظام اعتماد الوثائق والمحفوظات في المؤسسات الحكومية، وكم وصل عدد المؤسسات الحكومية اللي تم تطبيق النظام فيها؟ كما تعلمون بأن سلطنة عمان اعتمدت منهجية في بناء هذا النظام. نعم. في نظام إدارة الوثائق هو منهجية عصرية، بحيث أن تعتمد برنامجا يهتم بهذه الوثيقة منذ نشأتها في مكاتب العمل، وتتبع هذه الوثيقة من خلال مسار نشأتها في مكاتب العمل كوثائق جارية الاستعمال إلى أن تنتهي الإدارة من استخداماتها لهذه الوثائق، وبالتالي لا تحتاجها بصفة مستمرة ودائمة. نعم. ولكنها تحتاجها بين فترة أخرى، وهنا يتم إغلاق هذا الملف، وبالتالي يتحول هذه الوثائق إلى فترة أخرى تحتاجها بصفة استثنائية للرجوع إليها لأعمال التخطيط والرقابة ولإعداد خططها وبرامجها،
وبالتالي تمر بمرحلة تسمى المرحلة الوسيطة، وفي كل المرحلتين تضبط هذه الوثائق وتسند لها نظام التصنيف، وأيضا يتم تحديد مدد لاستبقائها، كم من سنة تحتاج هذه الهيئة أو هذه الوزارة أو هذه المؤسسة لهذه الوثائق في فترتها الجارية، ثم كم من سنة أخرى قد تحتاجها بصفة عرضية للرجوع إليها حسب ما تحدثنا للأغراض المذكورة، لأغراض التخطيط والرقابة ولأعمالها. وبالتالي ما هو المصير النهائي؟ هل هذه الوثائق هي تشكل وثائق هامة لذاكرة الوطن، وبالتالي يتم تحديد مددها وتحديد أيضا مدى إنها يتم اختيارها وانتقاؤها للذاكرة الوطنية سلفا منذ النشأة الأولى لهذه الوثائق؟ وبالتالي تضبط في قوائم، إعداد هذه القوائم وفهرسة هذه الوثائق، وتعد لها مدد الاستبقاء ونظام التصنيف، وبالتالي بهذه الكيفية تعد تبنى هذه حسب الموضوعات وليس حسب الهيكل، لأن الهياكل عرضة للتغيير، وبغض النظر تسمى وزارة أو مديرة مديرية أو أي تقسيم من التقسيمات، وبالتالي بهذه الكيفية يتم إعداد نظام بناء النظام في إدارة الوثائق في سلطنة عمان. ونحن أنجزنا حتى الآن 38 جهة حكومية تم اعتماد نظام هذا فيما يتعلق بالوثائق الخصوصية، بمعنى أن مهام الوزارة الفلانية كنظام مهامها واختصاصاتها المسندة لها تختلف في اختصاصها عن الوزارة الأخرى، وأما الوثائق المشتركة التي تشترك فيها كل الوزارات كنظام الهيكل العام للمؤسسة بدءا من نشاط مكاتب الوزراء والوكلاء وموارد البشرية والموارد المادية من الأماكن والأثاث والنقليات وإلى آخره، وأيضا الموارد البشرية، فهذه قواسم مشتركة بين كل الوزارات، هذه درست كافة النظم التي نظمت هذا الجانب ودرست موضوعاتها، وكل موضوع خرجت منها ما هي وثائقها، وكل وثائق كل ملف ما هي مكوناته من الوثائق، واعتمد هذا النظام المشترك من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي الهيئة الآن تطبق هذا النظام في سائر الوزارات. نعم جميل، ماذا عن خططكم في تطبيق هذا النظام أيضا في المؤسسات الخاصة القطاع الخاص؟ هذا جانب مهم، نحن لما نقول إن هناك تكامل في بناء هذا النظام، كيف يمكن هذه الذاكرة أن تتكون؟ تتكون من مؤسسات الدولة، لأن الهيئة هي الجهة المسؤولة في حفظ وإنجازات مؤسسات الدولة، وبالتالي هذا الحفظ يبنى على معايير ويبنى على أسس لتشكل ذاكرة هذا الوطن في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والسياسية. والجانب الآخر هو القطاع الخاص، هذا القانون أفرد لهذا الجانب أيضا فيما يتعلق ببناء النظام في الشركات القطاع الخاص، المؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة فيها برأس مالها 25% فأكثر، ونحن بدأنا عقد اجتماعات في هذا الجانب مع الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات، بحيث أننا ندرس الآن الاختصاصات، سنحاول نعمل جاهدين الآن في رؤية الهيئة ومنهجيتها لبناء مثلا قطاع النفط والغاز، فهي وثائق متشابهة في نشأتها وفي تكوينها وفي أعمالها وفي اهتمامها في أهدافها وفي اختصاصاتها واختصاصاتها، وبالتالي نبني النظام في رؤيتنا حسب هذه الرؤية. الجانب الآخر مثلا قطاع الخدمات هو قطاع متشابه بغض النظر نوعية هذه الخدمات. الجانب الآخر هو قطاع التصنيع، وبالتالي قطاع التصنيع أيضا هو أيضا قطاع نحن الهيئة أنجزت فيما يتعلق بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، إذن نحن سنبني أيضا نظام فيما يتعلق بقطاع التصنيع لأن وثائق أيضا متشابهة، وهكذا أيضا هناك مؤسسات أخرى ذات يعني المرفق العام، مثلا الجمعيات الاتحادات أيضا مثلا الاتحادات والجمعيات والمستشفيات الخاصة والجامعات الخاصة، لأنها مهمة لأن هناك جوانب معينة تعني بالصالح العام، تعنى بالصالح العام كما هو مثلا في المستشفيات الخاصة ملفات وسجلات الطبية، قطاع التعليم مثلا لا يمكن بعد فترة يأتي طالب بعد 10 سنوات يتطلب الحصول على النتيجة أو نسخة من شهادته، وتأتي المؤسسة وتقول بعد فترة إن هذا أتلف هذا الملف أو هذه النتيجة، يجب أن تتقيد بالقانون والنظام بحيث إن هناك يكون تكامل
هذا القانون، بالإضافة طبعا لوثائق المواطنين. ولو تروا أن القانون أشمل كافة الوثائق التي تنتج في المؤسسات الخاصة وفي أجهزة الدولة وبالنسبة لأفراد المجتمع، فهذه هي مكونات الذاكرة الوطنية لعمان. ما نؤسسه حاليا وللمستقبل سيكون في هذا الإطار وفي هذا المنهج بإذن الله. وستتكون الذاكرة وستكون متاحة، وهي متاحة الآن لخدمة الباحثين والدارسين من خلال دائرة الاطلاع بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. وليس لذلك فقط، ولكن الهيئة الآن تطرح منظومة إلكترونية لخدمة الوزارات أعدت حاليا، ودليل الإجراءات الإلكتروني للوثائق والمراسلات وإدارة الوثائق الإلكترونية، والآن ستطرح مشروعا أما قريب عبر مجلس المناقصات لخدمة الوزارات فيما يتعلق في مجموعة من الوزارات في المرحلة الأولى حول المراسلات وإدارة الوثائق الإلكترونية. وأيضا عندما يتكامل هذا المشروع بصفته إلكترونيا وبناء هذا النظام، نأمل إن شاء الله أن يحدث نقلة نوعية في البناء التنظيمي للمؤسسات، وبالجانب ذلك أيضا في التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية، وهذا أيضا يكون نقلة مهمة في نظام إدارة بإذن الله. بارك الله جهودكم، بإذن الله تحققوا الأهداف المنشودة من هذا النظام. أيضا نحن نستغل وجودك اليوم نسألك عن الجديد في مجال المخطوطات والمحفوظات تخص السلطنة سواء من داخلها أو خارجها، نعرف المشاهد الكريم بذلك. تعرفون أن عمان تاريخها واسع ضارب بالقدم، وعلاقاتنا كبيرة بدول العالم ككل، وبالتالي الفترة الزمنية للهيئة التي أنشئت بدأت منذ 2009 تعمل حثيثا نحو السعي لإبرام مذكرات تفاهم مع الجهات الأرشيفية في العالم ودور الوثائق. ومع ذلك نحن تجمع لدينا رصيد مهم من دول عديدة في حقيقة، وليس هو هذا يعني الغاية، ولم نصل بعدنا إلى الهدف، ولكن نعمل حثيثا للوصول إلى أهدافنا إن شاء الله. ونحن كل يوم يتكشف لدينا إن هناك وثائق في تلك الدولة وفي تلك الدور الوثائق، ونحن نعمل حثيثا للوصول إليها، وسواء كان أبرمنا مذكرة تفاهم مع تلك الدولة أو لم نبرم، يعني كل ما يتاح لنا من فرصة. وعلاقات الهيئة بالمؤسسات الوثائقية في العالم ونتحصل على تلك الوثائق، نسعى إلى ذلك جاهدين من أجل الوصول إلى هذا الجانب بإذن الله. وعمان دائما غنية وزاخرة بأمجاد بتاريخ مجيد وعزيز. أنا أشكرك جدا سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، شكرا لك. شكرا لكم على هذه الاستضافة، وعسى أن نتمكن أن نلقي جانبا من جهود الهيئة، بل وجانب مهم من تاريخ عمان، والذي تسعى الهيئة أن تسهم مع بقية مؤسسات الدولة على الحصول إليه وتعريف العالم بتاريخ وحضارة عمان بجانب جهود مختلف مؤسسات الدولة في هذا الجانب. بارك الله جهودكم، شكر الله سعيكم سعادتك، وانتم مشاهدينا شكرا على متابعتكم الطيبة. احنا نروح بعد الفاصل إلى محطات أخرى أكثر جمالا، فتابعونا في مساء المهرجان. في برنامج ليالي المهرجان على قناة عمان مباشر، سحب على سيارتين بانتظاركم، بالإضافة إلى السحب على أجهزة إلكترونية وتذاكر سفر وجوائز قيمة أخرى. لتكن أحد الفائزين أرسل ليالي المهرجان على الأرقام التالية: عمان تل 91216، أريده 91822. حياكم الله مشاهدينا الأكارم مجددا، وتحية لكل من انضم لمشاهدة برنامج مساء المهرجان. اللي ما تابع الحلقة من بدايتها يعني فاتك أشياء كثيرة، ولكن يمكنك متابعة الحلقة غدا في 9:30 صباحا. تفاصيل مختلفة ومتنوعة هنا في البيئة الريفية، نعرج على العديد من الفنون والعادات والتقاليد التي تقدم وتستعرض هنا لزوار مركز البلدية الترفيهي ليحظوا بالتنوع
وجمال التجربة. زر مركز البلدية الترفيهي لتعيش التجربة هنا في محافظة ظفار وفي مركز البلدية الترفيهي. على كثير خلينا نتحدث من الفنون الجميلة المقدمة هنا، فن النانا وفن الدبرارت وأيضا فنون كثيرة، نتحدث عن هذه الفنون. حقيقة فن النانا هو من أشهر الفنون الريفية وفن أنيق ويطرب العديد من الناس إذا سمع هذا الفن، له نقمات جميلة وألحان شجية يعني تجعل الإنسان يطرب هذا الفن ويحبه ويستمع إليه ويتشوق إليه. وحقيقة هذا الفن مشهور ومعروف في ظفار، يحكي عن العديد من الفنون أو من الأشياء، يحكي عن الرثة ويحكي عن المدح والحب والعشق، وله ميزات كثيرة. نتكلم عن الفرق بين الدبرارت والنانا، إيش الاختلاف؟ الفن والنانا والدبرارت هو فنون، كل واحد يختلف عن الثاني. مثل الفنون المعروفة في العالم، هذا فن يقال بكلمات معروفة ولحن ثاني، وأيضا الثاني اللي هو النانا له ألحان وله أيضا نقمات تختلف عن الفن الثاني. والفنون كلها تحكي عن المأساة وعن المدح وعن الرثاء وعن هذه الأشياء. أيضا ما شاء الله أنا أشوف في شباب صغار في السن يتواجدوا هنا معكم بشكل يومي، الفائدة اللي توصل للشباب النشأ يعني أول ما يتواجدوا هنا يأخذوا فكرة عن البيئة. حقيقة نحن نشكر البلدية والجهات المعنية في الدولة وتوجهت للأمور هذه وحاولت بقدر الإمكان أن تقرص هذه الفنون وهذا التراث في الأجيال الجديدة بحيث أن يحيوا هذا التراث ويحافظوا عليه. ونحن أيضا هنا بدورنا أيضا بالمقابل نحاول بقدر الإمكان أن نفهم أو نعرف أو ندرب هذا الشباب على هذه الفنون وعلى هذا التراث بحيث أن يكون قدوة للأجيال القادمة ويحافظوا عليه. ما شاء الله يعني شباب متواجدين بشكل يومي، إيش راح نسمع الآن؟ نسمع نانا، نانا فن النانا إن شاء الله. يلا بتسمعنا شيء؟ لا ما نسمعكم إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام نستمع إلى فن النانا من الفنون الجميلة ومتواصلون معكم. طبعا فن النانا من الفنون الجميلة اللي تقدم وفن يختصر الكثير، نسمع ولا نعود؟
شكرا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في مساء المهرجان مع هذا الجمال، مع هذا التنوع، مع هذا الاختلاف، مع هذه الفنون الجميلة اللي تقدم هنا في البيئة الريفية، حيث الجمال والتنوع والاختلاف وهذه الأصوات الرائعة التي تأخذك إلى هناك يا ريف. أحبابنا مشتاق، مساء المهرجان على هواء مباشرة إلى العاشرة، فابقوا معنا. وحياكم الله من جديد أحبتنا الكرام، وتحية لكل من انضم إلى متابعتنا في هذا الزخم اليومي من فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي، وتحية للزميل العزيز محمد سعدون بيت سعيد المتواجد هناك في البيئة الريفية ليطلعنا أكثر عن ما تحتوي هذه البيئة من تجسيد لللبس واللهجة وكذلك الفنون الريفية العمانية المغناة الجميلة من نانا ودبرارت وغيرها، ولنا إن شاء الله وقفة أيضا مع محمد في قادم الوقت. من الفعاليات المهمة الثقافية التي تحرص بلدية ظفار على إقامتها معرض الكتاب الذي يتواجد بشكل سنوي هنا في مركز البلدية الترفيهي ويحتوي على كثير من الإصدارات الحديثة. هناك تقرير مع الزميل العزيز سالم زعبنوت المهري، نتابع عن معرض الكتاب. ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي لهذا العام معرض الكتاب. هذا المعرض الذي يشارك فيه 11 دار نشر ومكتبة من داخل السلطنة وخارجها يحظى بمتابعة واهتمام من قبل القراء والمثقفين والزوار، ويحتوي بين أروقته على أكثر من 10,000 عنوان. عندنا كتب متنوعة عن التاريخ، وفي عندنا روايات، وفي عندنا قصص متنوعة، وطبعا الكتب التاريخية تحكي عن تاريخ عمان وقديما وجديدا، وفي دراسات بعد مختلفة كثيرة. اليوم الله بارك وزرنا هذا المعرض الجميل
فيه الكتب الجميلة المتعددة الثقافات، فيه كتب الدين وكتب الثقافة وكتب التاريخ وكتب طال عمرك للأطفال موجودة. من حب يزور من الأخوان، وأنا من أنصح أخواني العرب وغير العرب يزوروا المعرض هذا جميل، والناس تستقبلكم، وفيه كل الكتب المذكورة في المكاتب أو المعارض الدولية. كتب دينية وتربوية وثقافية وعلمية متخصصة وروايات وكتب خاصة بالأطفال تتواجد في هذا المعرض، إضافة إلى وجود إصدارات جديدة تتناسب مع أذواق القراء. زرنا اليوم هذا المعرض الطيب، وهذا معرض كبير الحمد لله رب العالمين، واستفدنا يعني من المثقفين الكبار ما شاء الله، والحمد لله رب العالمين ان استفدنا ثقافيا يعني وعلميا وادبيا، وحتى يعني للروايه حق الاطفال موجوده. شفنا انواع من الكتب وانواع من المراجع، والصراحه انا لفتت نظري الكتب هذه لانها انواع، عده انواع وعده مراجع وعده كتب. والله العظيم اني حسيت بالافتخار في هذا المهرجان، لاني زرت اليوم وسبحان الله كان زيارتي للمهرجانات الثانيه للمواقع الثانيه، لكن لفتت نظري بالنسبه للكتب لانها جميع انواع الكتب وفيها محفوظات ومراجع عناوين كتب مختلفه يجدها الزائر لمعرض الكتاب، الذي يعتبر من المناشط الثقافيه والادبيه التي تحرص اللجنه المنظمه على اقامتها بشكل سنوي. بن خالص قبلي وخالد بن خالص القبلي، عبد الله بن محمد بن علوي بعمر وعبد الله بن ناصر المهري، بشير بن احمد عارضين وخالد بن شقوق بيت ركيمون، ابو بكر بن سالم بن عبد الله الشحري وسليمان بن سالم بن عبد الله الشحري، بدر بن ناصر بن ياسر جنيبي وخالد بن محمد بن حمدون الجنيبي، خالد بن محمد بن حفيظ بعمر، وعلي بن عقيل بن سالم بعمر. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا لكل من انضم لمشاهدة برنامج مساء المهرجان. معرض الكتاب مرآة عاكسة للثقافة، وهناك أيضا ترفيه، وهناك الكثير والعديد من المجالات التي تقدم وتستعرض هنا في مركز البلدية الترفيهي، وأيضا التراث حاضر بشكل يومي هنا في البيئات التي جسدت في مركز البلدية الترفيهي. كما تحدثنا مشاهدينا الكرام، اليوم وقفتنا كما شاهدتم في البيئة الريفية. الآن كما تشاهدون المطبخ الريفي اللي يحمل وجبات وطرق مختلفة، ممكن الواحد لما يزور يعني يتعجب ويستغرب، ولكن هذه طريقة متبعة منذ الزمن البعيد وما زالت متواصلة. علي خلينا نعرف أجمل وأفضل الوجبات اللي تقدم هنا من هذا المطبخ الأكثر من رائع. حقيقة هذا المطبخ كما تشاهدون مطبخ ريفي طبيعي لذيذ، يعني يحمل العديد من الأشياء التي تحكي عن ماضينا وعن أجدادنا وعن عاداتنا وتقاليدنا منذ القدم، ولا زلنا إلى حد الآن نحيا هذه الوجبة الريفية المتميزة المعروفة على مستوى العالم. خلينا نعرف إيش نعرف المشاهد إيش هذه الآن بالتفصيل. هذه أطبت تعد من الأحجار الصلبة النظيفة، وتطرح عليها حطب أو خشب معروفة، حطب زين ونظيف وأيضا حاد، وتطرح عليه أيضا المقابل بعد الحطب أو الخشب هذه تطرح عليه حصى ثانية جميلة وصلبة ونظيفة، ونوقد النار. بعد ما نطرح الحصى نوقد النار ونخلي النار حتى تشعل النار وتثخن النار وتكتسب الأحجار هذه سخونة ممتازة أو معروفة، ومن بعدها نطرح حصاء صغيرة بحيث نحجب الفحم ونحجب النار عن اللحم، ومن ثم نقوم بطبخ اللحم. الوجبة هذه النظيفة واللذيذة والمعروفة والمشهورة بعد. ويكون شكله غير يعني. ويكون شكل غير وألذ غير وطعم لذيذ وطبيعي. جميل.
فتجد الإنسان أي واحد يذوق هذا اللحمة وهذه الوجبة تجدها نوعا فريد معروف مشهورة ويضرب بها المثل على مستوى ظهر. أيوة. وأيضاً أيضاً الحليب المعذيب. يعني المعذيب بش من يعني من الأشياء الجميلة. خلينا نعرف المشاهد الكريم بالطريقة اللي تعمل بها. نعم، الطريقة اللي تعمل بها هذه يعتبر هو عملية تسخين أو بسترة الحليب. أول تعرف زمان الناس ما عندهم شيء أدوات تسخين، ماشي مطابخ، ما في آلات، ما في مكاين، ما في أدوات التسخين العصرية الموجودة حاليا. فنستعمل هذه الطريقة، نسخن الحجر، ننظفها، بعد ما ننظفها نطرحها في النار، ولما تحصل الحجارة هذه على تسخين أو على سخونة معروفة أو ممتازة نوضعها في الحليب حتى يقلي الحليب ويحافظ على صحته، ويحافظ على إذا كان في هناك أي شيء نوع من الجراثيم أو شيء، أيضا يمد فترة، تأخذ الحرمة لأولادها الصغار لفترة يمكن بحدود 24 ساعة تجده لذيذ في الفخار المعروف ذون عورش. ويكون معذيب بش اسم على بش أسلي نعم أوك عشت ذون عك يعني الكيس عك يعني الكيس كلا فيكون معذيب بش أسلي. أيضا في من المشاهدين الكرام من الجماليات في البيئة الريفية وأيضا في المطبخ الريفي المعجين اللي يحضر بطريقة رائعة. يعني زمان ماشي ثلاجات، أيام زمان ماشي ثلاجات، فطريقة كانت مميزة وما زالت مستمرة. حقيقة إن كل شيء قديم لذيذ وطبيعي وأصح وأنقى وألذ. مثل ما قلت أول إنه ما في هناك أدوات تسخين ولا في هناك ثلاجات ولا في هذا الأدوات الموجودة حاليا، فيقوم الواحد بتقديد اللحم، نقدد إلى مقاديد ومن ثم يطرح على النار أو على حبل معين ليتجفف. هذا مثل كث نقددش بنقلش ونقليه بالسمن اللي باللحم الشحم هذاك، ونقليه ومن ثم نملحه. بعد ما ينجح ياخذ الفترات يمكن شهرين ثلاثة شهور، مش اللحم اللي الحين مثل اللحم الحين لكن الآن الناس ما زالوا محافظين على المعجين بطعمه. وبيت عن بيت ومطبخ عن مطبخ يختلف. نعم. طيب يعطيكم العافية على هذا الجمال المتواجد بكشف دوم غرش، يعطيك العافية. مشكورين واشكركم شكرا جزيلا على اهتمامكم وعلى زيارتكم للاطلاع على تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، ونشكر اخيرا شكرا مشكورين. شكرا لك. هذا هو مساء المهرجان، ينقل لكم كل تفاصيل مركز البلدية. اليوم كنا في البيئة الريفية، تواجدنا في هذا الجمال الأكثر من رائع، وهذا المطبخ والأهازيج والعادات والتقاليد والفنون المقدمة بشكل يومي. هناك الكثير هنا في البيئة الريفية، زوروا مركز البلدية لتتعرفوا. مساء المهرجان متواصل معكم على الهواء مباشرة حتى العاشرة، فابقوا معنا. Yeah.
مشاهدينا الأحبة، مساء المهرجان لا يكتمل إلا بكم وبمتابعتكم الطيبة والجميلة لبرنامجنا من الساعة 8:30 وحتى 10:00 يوميا لتغطية فعاليات وأنشطة مهرجان صلالة السياحي 2016. قبل الختام فقط تحية شكر للزميل محمد على التغطية الرائعة للبيئة الريفية، أحد البيئات الموجودة هناك في القرية التراثية، فشكرا لك محمد. شكرا لك يا بيان، وشكرا لكل متابعينا الأكارم. بأمان اليوم يعني تغطيتنا كانت إن شاء الله تكون مميزة من البيئة الريفية اللي شاهدت فيها تفاصيل فريدة من نوعها لتقدم هنا بشكل يومي. طبعا نحن أتوقع أن وصلنا إلى ختام برنامج مساء المهرجان في هذه الدقائق. نشكر بلدية ظفار على حرصها تنوع الفعاليات هنا في مركز البلدية الترفيهي، واسمحوا لي أشكر سالم ومسلم بخيت عوبد كشوب على هذه السباعية، وأيضا على سدحات عبد العزيز وعثمان رعفيت. وتحية لكم مشاهدينا الأكارم، وصلنا إلى الختام، نلقاكم غدا بمشيئة الله. أصبح الخير، تخلفتم صحة بعافيت، إلى اللقاء. يعطيك العافية محمد، أصبح الخير بعافيت إن شاء الله. كلا نصبح الخير بعافيت يعني نصبح على خير، يعني تصبحون على خير. هذا من قف عدد محوط قصرك الله صراحة شحر. احنا متواصلين معاكم بكرة الموعد إن شاء الله، احنا وصلنا للختام، لكن بكرة إن شاء الله من الساعة 8:30 حتى 10:00 كثير من الفعاليات والمناشط. إن شاء الله يوم الجمعة القادم أيضا مشاركة لولاية أدم إن شاء الله نرحب فيها من الآن، وكثير من الولايات حتى آخر ولاية، ولاية مرباط، وإن شاء الله أيضا هذه يعني التفاصيل الريفية الجميلة راح تجسد معهم إن شاء الله من خلال مشاركة ولايتهم. وإحنا سعداء بهذا التواصل معكم اليومي، كل التحية والمحبة لكم، نتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنكم وتسعدون بما نقدمه بشكل يومي من فعاليات ومناشط من هنا من هذا الاستوديو الذي يبث برنامج مساء المهرجان. كل التحية والمحبة لكم، هذا كل طاقم البرنامج يحييكم وتصبحون على خير. إذن تحية شكر لكم مشاهدينا، كل من يتابعنا، كل من يتفاعل معنا عبر مواقع التواصل المختلفة. إلى هنا وصلنا للختام، نرجو أن نكون قد وفقنا اليوم في تقديم مادة ثرية غنية عن مهرجان صلالة السياحي 2016 عمان المحبة والوئام، وتصبحون على يوم مليء بالمحبة بإذن الله. إلى اللقاء.